من غير افورار دي السيطرة كلمة مأثرة على البنات مين ما تجيبش الورا تعملها شعر حتة سكر عيش في الملايين ما بلاش تنجلة تعيط يلا باريس مصري دي العطرين ما بلاش تنجلة تعيط يلا باريس مصري دي العطرين في العطارين مصنع بوازيك في اي هجمة تقوم براكين عايزين نشوف فيك كون عريك عايزين نشوف فيك كون عريك اصحى انت كان جاي على اصول شدي زينك لمي الاسطول غلطت مرة في العطارين من نص دي اتعريت بالدول اصحى وقت الجرح قصير على وضعه وعمرنا ما اتغير على فرح الجنج الدنيا ليلة الجنج عنده الصغير صباح شريف على صحبة نازية اكسك انتك والعب فيها سيطرنا ليه بتيجي على نفسك تدفنها لما في لعبة زوسك اكنها تقعد في بيتكو يا تتحرك لو خيط يا صاحبي هتزعل منها عيا الخلاخل جوه جيتها هتنسى اصلك فوقيا حالتها ما يشيلش صاحبه في اي حكايه والجوع على مزه وسوتها احنا الرجوله بركان بطوله صورتنا قليله بس مباشر انا زعل كارثه سكنتي شرسه ساعه الممارسه الجن اتعازل تسقط تصفى وقت يبقى مصفى وقت اتحدف من الدور العاشر موتة وملاش بين اضرب تنك ولع بوازيك لأجل فرحة عبدو الدين الدنيا فرة مش مستقرة تخطف لبرة خزنزيك ملاك ولا اي جرة هيأدي مرة دايرتنا حرة بتجرح يلاك طلقات مميتة درس الخريطة يا ابن العبيطة بطل ولا ولا لأي فرقة ممنوع تسيعي لو جاية بكتايب تضيعي اي جثة تسوق عليا بسيب لها في وشها توقيعي يلا نسوق من غير ضمانات في الساحة نضرب وانا اجيب لك الصدادات وانا اجيب لك الصدادات ادي علي ما تجيبش الورا يلا بينا اديك زرزارة سمعني صوت شرز السكاكين وارميني بالشغلة مسيطرة ابطال هجومنا ناسين همومنا من يومنا نعشق ارض الموت اخوات اشقة ما لازمنا زقة ما نقولش لا لا يدخل طلقات مباشرة عشرتنا عشرة وشوشنا كشرة على الكاميرا عسكر كتير قاعدين يسلموا في الناس تملي بيتعلموا ابليس ده راكبك ومقويك ابليس بذاته انا معلمه اللي يساويني اروح اكبره ولو في بيته انا اعوره بس انتوا شدونا وبوروا بلاش تناموا لازم تسهروا شدوا الشراط كلكوا تسكروا جبنا السلاح يلا نكبروا العطارين دي العطبه العاليه هتقلوا فيها تتصدروا هتقلوا فيها تتصدروا معاركنا خطفه تولع وتدفع على اي عطف لهجتنا صعبة والحرب لعبة بريتنا تعبة الكل غشامة هديك امامي تقلب حرامي لو مش مصدق تسأل ماما شيطاني سابني عشان بتعبه لازم يقول ان انا بركبه ولو زميلنا ممسوك تحري لازم صحابي راح يركبه اسد يقول لي الجمل انجلى هتقضي عمرك تقوى وصلاة ازاي يا جمل تهاب البشر وانت لوسو تايبك في الخلاء ابرك غريب يا كبير في العيب قوي وضعيف رديك جمال وصبرات نور الحب اجدع بدي رعيم عالبشر طيب وحنين قدام الوحوش صعب ومش هين عمر الملك ما دخل بجنانه اصل الملك بالحب متعين العطارين دي دروع بشريه دي لوحدها عندها مدوريه ممنوع يا صاحبي تسوي لك فيها دق على وشها الطبليه فرحتنا اقوى باحلى اخوات ما نهبش لو نطلع اموات فرح الكينج عبده الصغير العطارين رجاله بشوات في العطارين ده رجوله ومشرف منطقته رتبة شبح مطبوع ببطاقته شيطان مسيطر جوه معاركه غالي علينا تتفك دقته بعدت عني والجرح خاطف من قلبي بتجرح واتعاطف لاجل اخويا وصاحبي الفارس يفك ديتك يا كريم عاطف ايه النزاهه بتجيب في سيرته هو الرئيس ومعلي ادارته عبده سبيرته جاي يقول لك يفك ديتك علي يا سبيرته من عيني من الدمعه قريبه لو قام حياتي من عهد الصبا احلى سيرة حمو العبيد طول حياته ذكرى طيبة خالد الفليجي ما يكفى مساء اللي الشغلة خالصة معاه اكشن تاني خالد الفليجي يعني ده اجدع خالي الله اسد الهجوم من عنده يجادل من يومنا واحنا مسيطرين المسا جاية على احمد عادل ظابط اللقطة في العطارين مثال الفخم بنقولها صريحة خلى الاعادة تتحط جريحة زول القدر يا صاحبي بقلب وما تزولش اسلام السيحة وقت الهجوم
ليك الدباحين في العنطرين وقت الهجوم بيسنوا كذلك انسى جاي بقرار جمهور يحمموا ودي يعني الأسطورة كله هنا هيفوق لكلامنا هو نفسه حمو الهدوري احمى سنتريك بدون افورة اللي عدنا بيشوف زرزرة سند الخوات وجدع ورجولة ميكسبش صاحبه ويرجع ورا ساعد الهجوم بيدوس تأكيد وطول حياته على ارض جديد العميد اللي بلب العربي فوق الخيال اسمه لوحده يساوي مجال العطار اللي جيت التقال من يوم هديك سيرت السيطرة كذا صدار دي جماد في وجوده يزعج للسلطات العطار دي مجال بطاط عمرها يوم ما بتجيب ورا وعمرها يوم ما بتجيب ورا العطار مصنع ديناميك في حروبها بتحضر عفاريت بنمشي على مصطفى الدوتان خلص اي حكاوي والمسامير الشعب الدخلاوي بس على نجم العطارين ملك الدين.